آخر حاجة كانت في الحلقة اللي فاتت، رحاب وقفت عبير وقالت لها إن سليمان هيخطبها. وفي الحلقة الجديدة سليمان جاب هدوم جديدة بيفرجها لأمه وأخته، عجبهم اللبس ورباب اديته فلوس يجيب تاني، وقالت له أنا عايزاك بعد كده تتكلم بالفلوس وغير السجاير بتاعتك لأجنبي. وأمه قالت له في الرايحة والجاية اقعد مع رياض اتكلم معاه. قال لهم حاضر. وراضي قاعد بيتكلم في التليفون مع الشيخ فخر، قال له لا المصلحة ما انتهتش ولا حاجة، أقول لك البيت اللي أنا فيه الواد كريم كلها كام شهر ويتجوز وهيخرج، مش هيفضل غير أنا وولادي، يعني نقدر نعمل في البيت أي حاجة احنا عايزينها، دي مصلحة بملايين. وقفل بسرعة لما خد باله إن رحاب واقفة بتسمعه. قالت له إيه الموضوع ده؟ قال لها ده واحد عايز يشتري البيت وأنا بريحه بالكلام وخلاص، وسابها ودخل، بس هي عارفة إن الكلام مش صح. وسليمان راح المحل العبير كلمها، بس هي ما ادتوش وش وقالت له إنها مشغولة، استغرب وسابها ومشي. وكريم ورضوى عند المحامي بيعرف منه هو ليه ورث ولا لا. المحامي قال له انت مالكش ورث طالما ابوك مات قبل جدك وجدك ما كتبلكش حاجه. وكريم قعد مع رضوى في كافيه بيتكلموا على موضوع الورث، قال لها ممكن جدي يكون كتب لي حاجات وعمامي الاتنين خبوا الورق عشان افضل محتاج لهم. قالت له معقول يعملوا كده؟ قال لها ويعملوا اكتر من كده كمان، قال لها انا ماليش غيرك دلوقتي في الدنيا. وراح كريم لعمه رياض قال له انت قلت لي اني ماليش ورث. رياض قال له خلصنا بقى من الموضوع ده، كان وقت غضب، انت مهما كان ابن اخويا عبيد الله يرحمه وانا ما اقدرش احرمك من حاجه. كريم سرح شويه وتخيل انه رفع المسدس عليه. رياض قال له انت سرحت في ايه؟ كريم بيتكلم دخلت عبير تتخانق معاه، قالت له انت اللي قلت لي على بابا كده. قال لها انت عايزاه توقعيني بيني انا وعمي عشان تخليني اتجوزك. اتصدمت عبير وقعدت تعيط وفضلت تقول له انت كذاب، انت اللي قلت لي كده. رياض قال له امشي يا كريم، وقال لعبير ادخلي غيري هدومك يا حبيبتي وتعالي نخرج نشرب اي حاجه بره عشان ترتاحي شويه. رباب قالت له وانا يا حاج ماليش في الخروجه دي، بص لها وسابها ودخل جوه. ووقف واحد بتاع دليفري ودخل جوه بيت، والاستاذ شاكر بيذاكر لبنته واخت غاده، لقاهم مش مذاكرين، قال لهم انتوا بتدلعوا ما تخلوش حد يتكلم معايا، هيقولوا عشان ما بيدفعوش حاجه. اخت غاده صعب عليها وقالت له انا اسفه يا استاذ شاكر، اوعدك اني هبقى كويسه عشان ما حدش يتكلم معاك. قال لها انا ما اقصدش حاجه، انت زي بنتي بالظبط. وقبل ابتهال كانت عامله سندوتشات وعصير، قعدوا كلوا وبعدين ذاكروا. وروحت وفضلت تعيط وقالت لامها احنا عشان ما عندناش بيعتفوا علينا، وكل مره بيعملوا اكل عشان ياكلوني عشان احنا مش لاقيين ناكل. امها زعقت لها وقالت لها اسكتي ابوكي صاحي جوه. قامت دخلت وفوزيه بتقول لغاده لقيتي شغل ولا لسه؟ غاده سكتت شويه وبعدين قالت لها قولي لام سامر اني موافقه، وقامت دخلت جوه. ورحاب نايمه تليفونها بيرن، صحيت ردت على سليمان قال لها عايز اقابلك في الكافيه اللي بنقعد فيه. قالت له ليه في جديد ولا ايه؟ قال لها عايز اقعد معاكي نتكلم شويه. وتقابله قالت له ايه في حكايه جديده جاي تضحك عليا بيها لحد ما توصل لحبيبه القلب؟ قال لها انت بتتكلمي كده ليه؟ زي ما يكون ان اعرف واحده تانية. قالت له انا عارفاك اكتر من نفسك يا سليمان. وقالت له مش انا قابلت عبير امبارح والكلام جاب بعضه وقلت لها انك خطيبي؟ سليمان سكت شويه وقال لها انا ماشي. قالت له انا بقول لك تاني انا مش هسيبك تتهنى مع واحده غيري. ورده بتقول لمهران مش قلت لك هيوافقوا؟ قال لها انا مش موافق على الكلام ده، حرام عليكي ده اسمه بيع وشراء. قالت له هم لو مش هيستفادوا كانوا وافقوا ليه؟ البنت هتطلع من اللي هي فيه وانا مش هقصر معاهم في حاجه. مهران اتخانق معاها وسابها ومشي. وفوزيه قاعده بتاكل جوزها وغاده قاعده، دخلت بنتهم اديتهم علاج دكتور رائد بعته لابوها، قالت لهم بيتصدق علينا هو كمان. ابوها قال لها والله كتر خيره. امها اتخانقت معاها وغاده دخلتها جوه تعمل لها اكل. وقعدت فوزيه تتكلم مع جوزها، قال لها هانت عليكي بنتك تعملي فيها كده؟ عيطت وقالت له غاده حلوه وممكن حد يضحك عليها وتمشي في طريق مش كويس، يبقى الجوازه دي احسن لها، ولو ما ارتحتش نبقى نطلقها منه. وسليمان قاعد بيقول لامه على كلام رحاب، قالت له اللي هيلم رحاب ويخليها تبعد عنك انك تطلب عبير من ابوها رياض، بس استنى الاول انا هدخل بينكم. ومهران حكى لرياض على موضوع غدا وسامر، رياض قال له حرام ان الجوازه دي تكمل، ده كده انتوا بتستغلوا فقرهم. مهران قال له والله انا ماليه دخل بالموضوع كله، الموضوع كان حكاوي ستات. رياض قال له حتى لو كده برضه حرام، قال له انت عارف اني بعز سامر ابنك، لما ربنا يكرمه ويخف انا هخطب له بنفسي. مهران قال له المشكله ان الناس وافقت، اروح اقول لهم ازاي اننا رجعنا في كلامنا؟ رياض قال له فكر وان شاء الله توصل لحل. وام سامر راحت لفوزيه وبيتكلموا، قالت لها فين غدا عشان اوريها صور سامر؟ فوزيه قالت لها صور ايه؟ احنا عايزين فتره خطوبه. قالت لها احنا ما عندناش الكلام ده، احنا عندنا شبكه وكاتب كتاب ودخله كله مع بعضه. فوزيه ما عرفتش ترد عليها.
ومرام قاعدة في المطعم مع يونس بتوريله باقي شغلها، وهو مبسوط جدا من الشغل. وقعدوا يتكلموا وقال لها أنا مبسوط منك قوي، وكلموا على الحارة وعلى شغلهم وحياتهم. وقالت له أنا لازم أمشي عشان أنا وصحابي رايحين المعرض عشان هناخد مكان نعرض فيه شغلنا. يونس قال لها أنا هاخد لك مكان لوحدك عشان شغلك عجبني جدا. اتبسطت هي قوي. ومسامي قاعدة بتعمل الأكل الباب خبط، فتحت لقت رباب. قالت لها انت ما بترديش على التليفون ليه؟ خلاص عيلتي. ام سامي قالت لها ما اقدرش يا ست رباب، وكان شكلها زعلان. رباب قالت لها انت تفتحي لي كل الصواني دي وانا اشوف ايه اللي يعجبني وهاخده معايا وانا ماشيه. ويونس بيوصل مرام لحد باب المطعم وقال لها زي ما اتفقنا واعتبريني مسؤول عنك. دخلت مراته سمعته وهو بيتكلم، عرفها على مرام وقال لها دي اخت سامي صاحبي اللي كان معايا في الفيلا. هانيا مراته قالت لها شكلك من الحاره، وقالت له تعالى ورايا. اتكسفت مرام وسابتهم ومشيت. كده تكون خلصت حلقة النهاردة، هسيب لكم شوية صور لكواليس الحلقة. أتمنى لو عجبتكم الحلقة تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.